نروح لزميلنا كريم احمد لزميلنا كريم احمد في استاد القاهره، يدينا اجواء ما يحدث في استاد القاهره. كريم اتفضل. بجد التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك ولكل نجوم الاستوديو التحليلي الجمهور للنادي الاهلي. بالفعل يا كابتن اسلام، يعني اخر المستجدات تم تاجيل المباراه ل 60 دقيقه، يمكن ده حضرتك طبعا يمكن اعلنته وتم اختار بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من مراقب المباراه. الاجواء يمكن كانت صعبه شويه يا كابتن اسلام قبل ما فريق النادي الاهلي يصل او كمان طاقم الحكام، يعني الجو كان صعب جدا بره، تكدس مروري يعني غير عادي، يمكن المايه عامله ازمه كبيره جدا في محيط استاد القاهره. كل الشوارع اللي ممكن تقدر نقول ان احنا يعني لو الامور زحمه جدا او بيبقى في مشاكل بتقدر العربيات تدخل فيها، لا كل الشوارع مغلقه تماما. كمان التامين كان زياده اليوم بالنسبه لهذه المباراه، لكن زي ما اكدنا وقلنا كابتن اسلام وصول فريق للنادي الاهلي ووصل بالفعل طاقم الحكام، لكن مع تاخر الوقت بشكل كبير وحتى هذه اللحظه كمان لم تصل الحافله الخاصه بفريق نادي الزمالك. اكيد طبعا في مستجدات كثيره جدا تمت منها ان تكون تاجيل المباراه 60 دقيقه. الاجواء في استاد القاهره صعبه جدا بالنسبه لارضيه الملعب، ما فيش ميه باينه كابتن اسلام بالنسبه للشكل العام، لكن اي حد من اللعيبه هيدوس على ارضيه الملعب او يبقى فيه دريبلنج بالكره هيبقى فيه باين او ان فيه تاثير كبير جدا، لان فيه تكدس مياه كبير جدا. في هنا امور كثيره جدا، وسائل الشفط شغاله، يمكن الاستاد بشكل كبير جدا، يعني طبعا اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره بيشتغل بشكل كبير جدا، وكان في عربيات دفع وشفط مياه كثيره جدا خلال الساعات الماضيه، لكن الامطار على طول بشكل مستمر جدا تحديدا في منطقه التجمع الخامس وايضا في مدينه نصر. احنا هذه اللحظات يا كابتن اسلام متواجدين بالفعل امام غرف قلع الملابس الخاصه بفريق النادي الاهلي. اللعيبه ادت الصلاه من لحظات بسيطه جدا، وبعض اللعيبه كده نزلت تتفقد ارضيه الملعب. يمكن كنت كان ليا سؤال سريع كده لمجدي قفشه ارضيه الملعب، قال لي الارضيه مليانه ميه جدا، يعني ربنا يستر على اللعيبه اللي هتنزل تشارك في المباراه، لان في تكدسات ميه كبيره جدا والميه عاليه شويه، لكن مش باينه للكاميرات او من حيث التصوير. لكن ان شاء الله كابتن اسلام بنتمنى مع وصول فريق نادي الزمالك الذي لم يصل حتى هذه اللحظه، وممكن كمان الموضوع يتاخر عن كده، لان احنا كنا متواجدين خارج الاستاد وممكن وصلنا في 4 ساعات من فندق الاقامه الى استاد القاهره. لعيبه النادي الاهلي اتحركت، نقدر نقول التحرك يمكن يا كابتن اسلام كان بسيط جدا بالنسبه للامور الخاصه هنا بالنسبه للشفط والجو العام لاستاد القاهره، لكن ان شاء الله باذن الله تكون الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي يجري عمليات الاحماء، وهنتابع اكيد مع مراقب المباراه كل المستجدات اكيد يا كابتن اسلام.